الكيلو؟ الضريبة كام اللي بندفعوها؟ خليك في الأس بس، احنا عارفين ان احنا ندفع 10. الضريبة من الميجا للكيلو كام؟ الضريبة من الكيلو للوحدة كام؟ يبقى من الميجا للوحدة كله على بعضه كام؟ 6. أضرب في 10 أس كام؟ 6. أنا نزلت كام مرة؟ 2. نزلت كام مرة؟ 2. يبقى أنا أضرب في 10 أس 6. هو رقم كام؟ 2. هو رقم كام؟ 2. 2 في 10 أس 6. خليك معايا. صلى على النبي. اقرأ الرقم ده. 25 ام سمول في. وانا عايزه بالفي، ده اسمه ميلي فولت. اسمه ايه؟ وانت عايزه بالآ؟ بالفولت. اقف عند الملي، يلا. الملي اهو. والفولت اهو. استناني بقى، انت نازل ولا طالع؟ يبقى الاس موجب ولا سالب؟ اضرب في 10 اس سالب 3. يبقى ال 25 مضروبه في 10 سالب 3. معناته ايه يعني؟ لو نزلت مره بضرب في 10 اس 3. اضرب في 10 اس 3. نزلت مره. طب لو هتنزل مرتين 6. طب لو 3 مرات 9. طب لو اطلع مره سالب 3. طب لو اطلع مرتين سالب 6. 3 مرات حلو خالص. مين يحل دي؟ 500 اهي بيكو ثانية ساوي نوع ملي ثانية. مين يعرف؟ 500 بيكو، البيكو اهو، وانا عايزه ملي. نازل ولا طالع؟ نازل ولا طالع؟ من البيكو للملي، نازل ولا طالع؟ موجب ولا سالب؟ موجب ولا سالب؟ سالب كام؟ برافو، سالب 9. ما هو من البيكو للنانو 3، ومن النانو للمايكرو 3، ومن المايكرو للملي 3. 3 و3 و3 بس موجب ولا سالب؟ هو رقم كام؟ رقم كام؟ يبقى 500 في 10 اس سالب 500 فاهم. يبقى النزول موجب ولا سالي؟ والطلوع سالي. النزلة الواحدة بضرب في 10 أس سالي. الطلعة الواحدة بضرب في 10 أس سالي. والنزول موجب والطلوع سالي. يبقى يا معلم عشان تتعلم صح لازم تحفظ المخطط بترتيبه. يمشي معايا في التحويلات بتاعت الكيمياء. عايز تمشيه في تحولات الكيمياء يمشي معاك كيمياء وفيزياء وهيظبط معاك الدنيا، بس لازم تكون حافظ. اسمع الاتي: جيجا، ميجا، كيلو الوحدة، ملي، مايكرو، نانو، بيكو. فهمتوا؟ تاني: جيجا، ميجا، كيلو الوحدة، ملي، مايكرو، نانو، بيكو. فهمتوا؟ انا عليا النص الاولاني وانتوا عليكم النص التاني. جيجا، ميجا، كيلو الوحدة، انا صوتي اعلى منكم. جيجا، ميجا، كيلو الوحده، ملي، مايكرو، نانو، بيكو. 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 انتوا عليكم الاولاني وانا عليا الثاني. اسمحكم. جيجا، ميجا، كيلو الوحده، ملي، مايكرو، نانو، بيكو. فهمتوا؟ ملي، مايكرو، نانو، بيكو. فهمتوا؟ ملي، مايكرو، نانو، بيكو. فهمتوا؟ انتوا شغالين لحد ما اقول بس. يلا. ملي، مايكرو، نانو، بيكو. فهمتوا؟ ملي، مايكرو، نانو، بيكو. فهمتوا؟ ملي، مايكرو، نانو، بيكو. فهمتوا؟ بس مع بعض: جيجا، ميجا، كيلو الوحدة، ملي، مايكرو، نانو، بيكو. كل نازله بتضرب في 10 اس، كل نازله بتضرب في 10 اس، وكل طالعه بتضرب في 10 اس، كل طالعه بتضرب في 10 اس. هنزل نزلتين اضرب في 10 اس،
هطلع طلعتين اضرب فيها 10 اس. هنزل اربع نزلات اضرب فيها 10 اس. اربع نزلات. الاربعة في ثلاثة بكام؟ هطلع اربع طلعات اضرب فيها 10. يلا مثال اهو. مين يحل المثال ده؟ ثلاثة ميجا ام بي. كام مايكرو ام بي؟ كام؟ في 10 كام؟ دي اسمها البدايه اسمها هنا ايه؟ ميجا. وانت رايح لمين؟ يا الميجا اهي. ودوني من الميجا للمايكرو. استنى بقى. هتركب من الميجا للكيلو تدفع 3 جنيه. تدفع كام جنيه؟ وتركب من الكيلو للوحده تدفع 3. وتركب من الوحده للمل تدفع 3. وتركب من المل للمايكرو تدفع 3. يبقى كلهم كام؟ احط الرقم 3 ولكن مضروب في 10 اس 12. مضروب في كام يا اولاد؟ 10 اس 12. ماشي الحال؟ يلا نكمل دي. 20 كيلو هرتز وانا عايز ب جيجا هرتز. البديعه البديعه والبديعه ايه؟ يبقى انا بحول من الكيلو للجيجا. طب وانت من الكيلو للجيجا طالع ولا نازل؟ طالع. موجب ولا سالي؟ طالع. ولا اتنين؟ تلاته. ولا سته؟ اكتب الرقم. يبقى الرقم 20 في 20 في 10 سالب 6. عندي صعوبات في الكلام ده؟ لا. اي مشكلات؟ لا. طيب تمام زي الفل خالص. سؤال أولان صفحة 17 فين؟ فين حبايب الأستاذ؟ فين حبايبه؟ ها؟ يلا يلا. صيغة رمزية تعبر عن الكميات الفيزيائية المشتركة. صيغة الأبعاد. كويس خالص. أنا هديك صيغة الأبعاد. ماشي؟ مطلوب من حضرتك تطلع وحدة القياس. صيغة الأبعاد وتطلع وحدة الإيه؟ القياس. صيغة الأبعاد ال تي أس سالب 1. وأنا عايز الوحدة. ثواني. إم ال تربيع تي أس سالب 2. وأنا عايز الوحدة. إم ال أس سالب 3. وأنا عايز الوحدة. مين هيطلع وحدة القياس من الصيغة الأولى؟ ماشي أسمعك أنت. برافو عليك. ال ال ده يعتبر تو والتي دي تعتبر إيه؟ الطول يقاس بالإيه؟ بالمت. والزمن يقاس بالثانية. والأس هنا يبقى وحدة القياس متر في ثانية أس سالب 1. اللي بعده ماشي. الام دي كتلة وده طول وده زمن. الكتلة كيلو جرام والطول متر وعليه تربيع والزمن ثانية سالب 2. فين حبايب الأستاذ؟ فين حبايب الأستاذ؟ يلا اللي بعد. ام ال أس سالب 3. ها؟ الام كتلة والكتلة كيلو جرام والطول متر متر أس سالب 3. يبقى المعادلة مهمة ولا مش مهمة؟ مين طلعت وحدات الإيه؟ وفي نفس التوقيت عندنا طلعت ثبت صحة الإيه؟ القانون من خلال معادلة الأبعاد. السؤال اللي بعده. لا يمكن جمع كتلة 2 كيلو كيلو جرام مع مسافة 2 متر. لا نرفع إيدينا. يلا قول. ماشي. برافو عليك. في واحدة. شوف أنا ممكن أدي ثلاث إجابات. مش ممكن أجمع الكتلة مع المسافة. واحدة قالت عشان هما مختلفين في صيغة الأبعاد. صح. واحد يقول لا ده هما مختلفين في وحدة القياس. صح. واحد برافو. واحدة تقول لأنهما مختلفين في النو. برضه صح. يبقى لها كام إجابة؟ إما أقول إنهم مختلفين في الآ في النو أو ما لهمش نفس المعادلة أو ما لهمش نفس وحدات القياس. لماذا
اهميه دراسه صيغه الابعاد لطرفي اي معادله فيزيائيه، تمام، لاختبار صحه القانون وبالتالي مدى القانون اذا كان صح او غلط من خلال معادله الابعاد. تستخدم صيغه الابعاد لاثبات خطا القانون بينما لا تكفي لاثبات صحته. الله يفتح عليكي، صلى على رسول الله. انت سالتني سؤال، سالتني ايه؟ صح يا استاذ ده ولا مش صح؟ قلت لك السؤال ده غلط، يبقى انت هتمشي وانت متاكد ان السؤال ايه؟ طيب لو جيت سالتني سؤال كده وقلت لي يا استاذ هو السؤال ده صح ولا غلط؟ اقول لك تصدق يا السؤال ده ممكن يكون صح. طب انت لما تمشي من عندي هتبقى متيقن ولا شاكك؟ صح؟ كذلك نفس الكلام، انا لما الاقي معادله ابعاد الطرف الايمن ال تكعيب ومعادله ابعاد الطرف الايمن ال تربيع، هل دول يساووا بعض؟ يبقى انا هاكد ولا مش هاكد؟ ال تكعيب وال تربيع طالما الاثنين ما بيساووش ايه؟ انا هاكد عليك 100% ان القانون ده قانون ايه؟ خطا. طب ماشي، لو طلع معادله الايمن تساوي الايسر، ال تكعيب تساوي ال تكعيب، انا هقول لك القانون ده ايه؟ ممكن يكون صح. طب ممكن دي تاكد ولا تفيد شك؟ طب ايه اللي خلاك تقول ان يبقى عندك شك؟ قال لك بص، لو تخيلنا ان حجم الكره، حجم الكره يساوي واحد قال 4 على 3 باي ار تكعيب، واحد تاني قال لا ده حجم الكره بيساوي 4 على 3 ار تكعيب بس، واحد تاني قال لا ده حجم الكره بيساوي باي ار تكعيب بس، واحد تاني قال لا ده حجم الكره بيساوي ار تكعيب. طب بالله عليك ينفع ان حجم الكره يطلع له كذا قانون كده بشكل مختلف ولا هو قانون واحد صح؟ ما هو مو في قانون واحد فيهم اللي صح والباقيين غلط. طب معادله الابعاد تكشف لنا عن الموضوع ده، يا معادله الابعاد طلع القانون الصح وطلع القانون الغلط، تقول لك حاضر ثانيه واحده طلع لك كل حاجه، ده ايه؟ حجم، والحجم معادله ابعاده ايه اللي تكعيب، دي علامه ايه؟ يساوي، دي ملهاش معادله، والباي ملهاش معادله، هو ده اسمه ايه؟ نط، والنط ده يعتبر ايه؟ طول، والطول ايه اللي تكعيب، خلاص يبقى القانون ده صح. طب تعالى على الطرف ده يا معادله اكشف هنا، هو ده اسمه ايه؟ حجم، والحجم ايه؟ ايه اللي تكعيب، 4 على 3 ملهاش، ملهاش، وده اسمه ايه؟ نط، والنط يعتبر ايه؟ طول، قال لا الطول هنا ايه اللي ايه؟ يا نهار ابيض، ده طلعوا الاثنين شكل بعض. طب ازاي بقى؟ طب تعالى هنا، طب ده اسمه ايه؟ حجم، الا ايه؟ تكعيب، والباي ملهاش، صح؟ وده ايه؟ نق، والنق ايه؟ اللي تكعيب، لا، طب وهنا ايه؟ حجم، معادلة ابعاده ايه؟ اللي تكعيب، وده ايه؟ نق، اللي تكعيب، لا، ده معادلة الابعاد بتقول ان ده صح وده صح وده صح وده صح، يبقى معادلة الابعاد دليل اكي؟ ما هتبقى دليل ايه؟ لان انا بقول علاقة، اقول علاقة ممكنة وما اقولش علاقة ايه؟ طب ايه اللي بوظ الدنيا معانا كده؟ الثوابت العددية ليس لها معادلة أبعاد، ليس لها إيه بقى؟ معادلة أبعاد. يبقى أنا لما أقول لك تستخدم صيغة الأبعاد لإثبات خطأ القانون بينما لا تكفي لإثبات الصحة، أقول له والله لأن الثوابت العددية والدوال المثلثية ليس لها معادلة أبعاد. مين قال أنا أهو؟ مين هيجاوب وحدة قياس المساحة؟ المساحة فين حبايب الأستاذ؟ قول يلا. إيه اللي تبيع؟ برافو عليكي. مين داخل على معادلة وحدة قياس الحجم؟ يلا يا دكتور. ايه اللي تكعيب؟ احسن كل مدى. هو عايز وحدة القياس. طب معلش المساحة يبقى ام تربيع، هما بيدوني صيغة الابعاد. هو عايز وحدات القياس والحجم ام تكعيب. اللي بعده. يلا اللي بعده. الكثافة. ايه؟ فين الناس اللي شغال؟ يلا يا دكتور. لا يا معلمي احنا عايزين وحدة قياس. وحدة قياس مش معادلة أبعاد. كثافة كيلو جرام، كيلو جرام على أهي أهي الكثافة أهي. وحدة قياس الكثافة أهي. إنما اللي أنت قلتها لي دي اسمها معادلة الإيه؟ الأبعاد. معلش حتة صغيرة. حتة صغيرة معلش. الناس برضو الناس اللمسات البسيطة دي مهمة لأن في ناس ياما بتغلط فيها. اقرأ كده، دي اسمها ايه؟ دي اسمها ايه؟ هما الاتنين واحد لكل زي علم، خلاص؟
متر تكعيب. هل ممكن اعمل دي كده؟ بقى دي هي دي؟ ايوه. انت دي من الشمال كده كيلو جرام على متر مكعب. طب ودي كيلو جرام على متر مكعب. طب ممكن اطلع دي فوق عادي واحول الجسم لضرب تبقى كيلو جرام في متر اس سالب 3. ماشي ولا لا؟ هما التلاتة معنى واحد. دي هي دي هي دي. اقول تاني السؤال اللي بعد. اكتب وحدة قياس السرعة. يلا يا باشا. ام اس اس سالب واحد. ينفع دي ام اس سالب واحد؟ سرعة. اهي. ينفع ام اس سالب واحد دي سرعة؟ طب ما ينفعش اكتبها كده؟ هي دي هي دي؟ دي هي دي؟ طب دي برضه تنفع برضه؟ دي هي دي؟ دي متر على ثانية ودي برضه متر على ثانية. خلاص؟ إنما دي متر في ثانية أس سالب واحد. تطلع مع تغيير الإشارة. هي حاجات بسيطة بس مهمة جدا في شغلنا. القوة بقى العجلة؟ العجلة ام اس اس سالب 2 مش كده؟ دي وحدة القياس. طب تنفع دي؟ تنفع دي؟ طب تنفع دي؟ دي وحدة قياس عجلة، وحدة قياس ايه؟ ماشي. القوة بقى. يلا يا دكتور. كيلو جرام. القوة قانونها الكتلة في العجلة. قانون القوة يا بنت الكتلة في العجلة. الكتلة كيلو جرام. والعجلة ايه؟ متر على ثانية تربيع. خلاص؟ هي ايه؟ القوة تقاس بالنيوتن طبعا. انتوا كتبتوا نيوتن؟ ماشي. هي هي. صيغة أبعاد الكتلة في النظام الدولي. الكتلة في النظام الدولي أخطر لها إيه؟ ها؟ ألف ولا ب ولا جيم؟ ألف. طب ألف مكتوبة بص لي برضه ما مكتوب إم إل أس صفر تي أس صفر. تنفع دي للكتلة؟ أيوة تنفع معاك. أي حاجة أس صفر بك كأنك أنت بتقول واحد في واحد. أي حاجة أس صفر بكام؟ واحد في واحد؟ واحد في إم؟ تمام يبقى أنا هختار دي. اللي بعده صيغة أبعاد العجلة. قول يا دكتور. ال تي أس سالب 2 اللي بعده وحدة قياس العجلة. قول يا دكتور. متر على الثانية تربيع. وحدة قياس الكثافة. يلا يا عم الناس. جي برافو عليك عسل. يلا يا دكتور قول يا جميل. قول. كيلو جرام على متر في ثانية تربيع. دي وحدة القياس. صلى على رسول الله. دي اسمها وحدة ايه؟ عايز اطلع منها معادلة ابعاد. كيلو جرام يبقى كتلة ام. دي شرطة ميلة على المتر طول الثانية تي تربيع. صح كده؟ في صعوبة؟ طب بص بص لي اخلي دي كده عادي. طب كده ماشي. بص معايا دي في البسط ولا في المقار؟ طب دي في البسط ولا في المقار؟ دي قسمة ولا ضرب؟ دي قسمة ولا ضرب؟ الاثنين دول في البسط ولا في المقار؟ الاثنين دول في البسط ولا في المقار؟ دي هي دي. خلاص؟
عايز اعمل تعديل. يبقى ام تي اس سالب 2، اغير اشاره الاس ده والاس ده، ده يطلع بواحد وده يطلع بسالب 2.